السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين احنا مكملين مع بعض بلد بورسعيد وسوق بلد بورسعيد وكنوز سوق بلد بورسعيد. احنا النهارده عند محل الروماني سابقا، حاليا اسمه محمد سرحان. احنا في محافظة بورسعيد، شارع الحميدي ونبيل منصور. صورنا قبل كده الرجالي والحريمي، النهارده هنصور الاطفال. الناس كتير اللي طلبت مني شغل الاطفال ولبس الاطفال، برضو انا جبته لكم في فيديو لوحده، جبت لكم اكتر من محل واكتر من فيديو لملابس الاطفال وبرضو الرجال والحريمة، عشان اللي يعجبكم تروحوا تجيبوا من عنده. القناة على فكرة فيها محلات كتير جدا لبلد بورسعيد، فانتوا اتفرجوا في القناة وشوفوا كل الفيديوهات عشان المحل اللي يعجبكم تروحوا تجيبوا منه بقى، سواء رجالة حريمة اطفال فروشات في الارض، كل ده هتلاقوه جوه القناة. وكمان العنوان انا دايما برضو بقوله في اول الفيديو، والاسعار كلها هتلاقوها موجودة على كل قطعة احنا بنعرضها، يعني هتلاقوا الاسعار والعنوان وكل حاجة. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. بس فعلا المحل ده عنده ميزة حلوة جدا، الحقوا في بلد بورسعيد، المحل ده فاتح 24 ساعة. يلا بينا عشان نشوف ايه اللي موجود عنده. بورسعيد، احنا محافظة بورسعيد، شارع الحميد ونبيل منصور، محل الروماني سابقا ومكتوب عليه الروماني هو يا جماعة، بس هو اصلا دلوقتي تبع الحاج محمد سرحان، صح كده؟ تمام. اتفضل يلا. النهاردة الاطفال، احنا شفنا فيديوهين قبل كده، شفنا حريم وشفنا رجال، النهاردة بقى بنشوف الاطفال. يلا. ايوه حبة حلوة دول. ماشي تمام. ده اللي سبورت الاطفال. ده اللي سبورت الاطفال. ده الشميز. ده الشميز. ماشي تمام. شغل الاطفال يا جماعة عنده بادئ من اول 75 جنيه. ده بكام بقى؟ ده ب 100. ب 100. 75 و 100. عروض ب 100. اي حاجة على الستاند هنا ب 100 جنيه، هو عنده الاسعار بتاعة الاطفال بادئة من 75 جنيه، 75 جنيه وبعدين طلعنا شوية بقينا 100 جنيه، ولو رحتوا له تقولوا له ان انتم متابعين القناة هيعمل لكم عروض، قولوا له عشان يعمل لكم الواجب وتاخدوا بالسعر اللي انتم عايزينه. ماشي. في الجواكت؟ ماشي قولين. برضه بيبي. عسل حاجة الاطفال فعلا بتعجبني جدا جدا. دي الوش ده على مهلك. بصوا شايفين المواليد ده سكر بجد سكر. وعايزين نعرف الجواكت بكام. شوفوا البنات بقى الليلي ده، يعني بصوا الجواكت بدأ من 150 الاطفال ل 250. ل 250 اعلى حاجه 250. بتقيمه بايه؟ بالمقاس الكبير ولا بالمقاس وبالخامه بكله؟ بالمقاس وبالخامه. عنده هنا بقى على الستاند ده الجواكت والبلاطي بتاعة الأطفال بمية وخمسين جنيه، أي جاكيت هنا هيطلعه بمية وخمسين جنيه مهما كان مقاسه، بس هو كله برضو أطفال حتى لغاية السن المحير، كل دول بمية وخمسين جنيه. شايفين ولادي وبنات يا جماعة، الستاند بيبقى مشكل على بعضه ولاد وبنات. الشنطة هي بتاعة الحاج محمد سرحان اللي أنا صورت لكم الفيديو بتاعه قبل كده، اللي كان عند النيابة الإدارية في مول أوتلت الجديد، صورت لكم من عنده رجالي وحريمي. وهنا بقى الفرع التاني بتاعه. اه ده بكام السويت شيرت ده؟ ده ب 100. ب 100 سويت شيرتات ب 100 بتاعت الأطفال؟ بصوا سويت شيرت البناتي ده برضه عامل 100 جنيه. شايفين مقاسه حلو ولونه كمان حلو. في برانس كمان أهي. برضه عنده حاجة راس السنة عشان الحفلات المدرسية اللي بيحب يتفسح بالليل هو لابسها، الاطفال بيبقوا فرحانين قوي هم لابسين الحاجات دي، برضو ب 150 جنيه. ده برنس ايه ده؟ مواليد؟ مواليد. زي ما انتوا شايفين كده بقى عنده الجواكت من سن مواليد لغايه السن المحير. اي جاكيت احنا هنشوفه دلوقتي او اي بامب قط ب 150 جنيه. نفس الاسعار لكل الاعمار اللي هو من سن مواليد لغايه السن المحير، اي حاجه يوريها لنا دلوقتي ب 150 جنيه. يعني ده كده عامل 150 جنيه. قلبوا كويس ودوروا في الاستندات الموجودة هتلاقوا حاجات فعلا حلوة. وطبعا فصلوا مع البياع، اكتر من مرة اقول لكم فصلوا مع البياع، هو بيقول كلام وانتوا برضو لما تروحوا لو اشتريتوا اكتر من حاجة طبعا هينزل لكم، حتى لو اشتريتوا حاجة واحدة فصلوا مع البياع وخدوا السعر اللي يعجبكم، ما تاخدوش حاجة الا وانتوا مقتنعين بيها. شايفين بقى ده السن محير، اه ده برضو بقى ب 150 جنيه.
زي ما قلت لكم على الستاند كله بيبقى سعر واحد، الصغير زي الكبير. وبقول لك برضو شاور من فوق اي حاجه انت عايزه تشوفيها عايزه تنزليها هو هينزلها لك. بص ده اطفال برضو، بص ده اطفال برضو. اهو ماشي. في جواكت الجينز؟ ايوه جواكت الجينز. بكام جواكت الجينز دي؟ 150. 150. انت بتفتح بالك كل قد ايه؟ كل اسبوع بنفتح شهر. عسل ده الفساتين. عسل فساتين دي جميله. ماشي برضو قلنا من سن مواليد لغايه السن المحير في الاطفال عنده. جميل ده. كل ماشي. حاجه موجوده بيقول لك اهو كل حاجه موجوده. دوروا وقلبوا. المحل فاتح ل 24 ساعه يا جماعه. جديد ليه فاتح 24 ساعه كده؟ عادي. انت عامل يعني اوفر كده ولا ايه؟ ليه فاتح 24 ساعه؟ لا بيجي لي زباين بالليل والله. ربنا يرزقك. بصوا برضو ده بكام ده؟ 100. 100. ماشي. هات بقى الجواكت اللي تحت دي. في السلوبتات؟ السلوبتات مواليد. ماشي. مواليد 75 ب 75 عروض. عروض. عروض المواليد والاطفال. انا يعني كاميرا عليك. ماشي تمام. ب 75 يا جماعه السلوبتات دي. اي سلوبت ب 75. في بقى الجواكت العسل دي. ماشي. بناتي برضو صغير. تمام. بصوا ده كبر شويه. بكام دول؟ 150. 150. الاسعار هنا بصوا شفنا من اول 75 150. هنا برضو لو عجبكم حاجه من فوق برضو هتقولوا له عليها اجيبها لكم. تمام. وبكده احنا شفنا كل المعروض في محل الروماني سابقا محمد سرحان حاليا في محافظه بورسعيد شارع الحميدي ونبيل منصور. شفنا حريمي ورجالي واطفال عنده على الاستندات بره من اول 75 جنيه في كل حاجه يا جماعه. حتى في الرجال وفي الحريمي برضه عنده من اول 75 جنيه جوه المحل. طبعا بتبقى خامه مختلفه بيعلي السعر شويه. شفنا كل ده. عجبكم هتروحوا تشتروا من هناك. هتقولوا له ان انتم متابعين القناه برضه هيعمل لكم عروض وهينزل معاكم في الاسعار. وده كان المكان بتاعنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ولو انتوا عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا اجيبها لكم. السلام عليكم.